لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يسأل الكثير عن الموقف من قضية الأخت كاميليا شحاتة عافاها الله عز وجل وفك أسرها، هي وأمثالها من المسلمين والمسلمات المستضعفين. هذه المسألة تمثل غصة في حلق كل مسلم وغيظ في صدره، بأن الواجب على الأمة كلها وعلى الدولة أن تسعى إلى إدخال الناس في الإسلام، وأن تدعو إلى دخول الكفار في الإسلام، وأن تحمي كل من دخل في هذا الدين، فصفة دار الإسلام أن يكون الأمان فيها الأول لأهل الإسلام بحكم الإسلام، وليس أن يكون هناك فتنة في الدين. الفتنة في الدين من أجلها شرع الله عز وجل الجهاد، فقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وجود من يفتن عن دينه ويمنع من الدخول في الإسلام من قبل الطواغيت الذين يصدون عن سبيل الله عز وجل أمر عظيم. أن يكون هذا في بلاد الكفر لا يرضى به المسلمون، ويجاهدون لأجل تحرير الأمم والشعوب كلها من سلطان الطواغيت الذين يصدون عن سبيل الله. فكيف في ديار الإسلام، كيف في بلاد المسلمين يمكن أن يقبل مثل هذا الأمر؟ يقبل أن يسلم رجل أو تسلم امرأة، وخصوصا امرأة، ثم يسمح بفتنتها عن دينها أو يسمح فتنتها عن دينه؟ لو كان بالكلام لكان محرما. لا يجوز أن يفتن من أراد الدخول في الإسلام، ولا أن يمتحن بعرض الكفر عليه. وليس رعايا الدولة كدولة مستقلة، بحيث أنه ينظر هل دخلوا في الإسلام من أجل رجل أو من أجل امرأة، وإنما هم داخل الدولة المسلمة لابد أن يقبل الإسلام من كل من جاء به. وقد قال سبحانه وتعالى في النساء خاصة: لا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فلا يجوز أن يسلم رجل ولا امرأة للكفار، خصوصا إذا كانوا ضمن رعايا الدولة التي ينص دستورها على أنها دولة مسلمة، وأن دينها الرسمي هو دين الإسلام. دين الإسلام يدعو الناس جميعا إلى الدخول في هذا الدين. ونقول إن تنازل الدولة عن هيبتها وسلطتها، بل وعن مسؤوليتها تجاه بعض رعاياها من المسلمين، طالما دخلت في الإسلام ونطقت الشهادة فهي مسلمة، ولو لم يشهر هذا على الأوراق الرسمية حتى يقول البعض هي لم تسلم، أي لم تسلم في الأوراق الرسمية، وإلا فمعلوم أنها قد نطقت الشهادتين وقرأت القرآن، وهذا مسجل بالأسانيد الثابتة إليها وباعتراف يعني طواغيت الكنيسة كذلك. فإنهم قالوا أنها جرى لها غسيل مخ، ويجري غسيل الغسيل بحبوب الهلوسة وأنواع الترغيب والترهيب. إذا كانت امرأة اختلفت مع زوجها يحتاج إلى مثل ذلك، أين هي؟ لابد أن تنظر تنازل الدولة عن هيبتها وعن واجبها وعن مسؤوليتها أمر غير مقبول. ولمن تتنازل؟ لصالح من؟ لصالح أقلية مجرمة معتدية ظالمة كافرة والعياذ بالله، تعتدي على حق الأغلبية. إذا كان عندهم ديمقراطية وقانون ودستور، الدولة أقسمت على أنها ترعى الدستور والقانون، وهو ينص على يعني عندهم يعني على حرية العقيدة. وإن كان الواجب أن تكون حرية الدخول في الإسلام وليس حرية الخروج منه وحرية الردة، ومع ذلك فهم لا يطبقون ذلك في من يرتد، وإنما يطبقون يعني إنما يشددون يعني لا يطبقون ما تطالبه الكنيسة في من يرتد.
من ارتد إليهم لم يصنعوا معه شيئا، ومن دخل في دين الإسلام يترك هكذا يفترس من قبل هؤلاء الطواغيت والعياذ بالله، في حين يمارس أنواع القهر على الأغلبية الحقيقية، فهذا بمثابة إعلان عن فقدان مقومات ومعالم وجود الدولة بهذه الطريقة. هذا أمر لا يمكن أن يسكت عنه، لا يجوز للمسلمين أن يعني يمر هذا الأمر كما مر أمر وفاء قسطنطين، وكما يقول يعني كبير الطواغيت فيهم شنودة أن الشعب المصري ينسى سريعا، نسأل الله العافية. والله ما نسينا وفاء قسطنطين ولا كاميل يشحاتة ولا غيرهم من هؤلاء المستضعفين، نسأل الله عز وجل أن يفرج كربهم. فالقضية لابد وأن يكون هناك يعني نوع من المعالجة، ندعو كل مسلم في كل مكان وفي كل مسؤولية أن يراجع ما يأتيه من أوامر ويعرض ذلك على شرع الله عز وجل. المشكلة الحقيقية في وجود من ينفذ الأوامر والتعليمات أيا ما كانت ولو كانت كفرا والعياذ بالله. إن عرض الاستمرار على الكفر على من دخل في الإسلام كفر والعياذ بالله. نصيحة مسلم أسلم حديثا يقال له اصرف نظر عن الدخول في الإسلام كفر والعياذ بالله. استعداد البعض لمخالفة نص الكتاب ونص السنة لأن التعليمات من فوق و يعني من الجهات السيادية جاءت بذلك، هذه القضية الخطيرة. نقول كل مسلم في كل مكان لابد أن يراجع ما يأتيه من أوامر، ليست كل الأوامر التي تأتي من فوق أو كل التعليمات التي تأتي من فوق صالحة للتطبيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن أعظم ذلك الكفر والعياذ بالله، أن يؤمر الإنسان بأن ينصح الناس بالكفر أو يفتن المسلم عن ديني أو المسلمة عن ديني أو أن يعين على الكفر أو يرضى بالكفر أو يصحح من الكفر أو يسوي بين الإسلام والكفر أو ينقض الإسلام أو يطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. ما أعظم ذلك! إذا كانت أدنى معصية لا يجوز لأحد أن يطيع أحدا في معصية الله سبحانه وتعالى، فكيف بالكفر والشرك والرضا به والمعاونة عليه والفتنة عن الدين؟ والفتنة أكبر من القتل، والفتنة أشد من القتل والعياذ بالله. ثم إننا ندعو يعني إخواننا النصارى الكفار، وأنا أستعمل لفظ إخواننا على وجهه ليستبين كيف يستعمل. نقول إخواننا نعم في الوطن وهم كفار، الكفار أنهم إن بقوا على كفرهم فهم في نار جهنم والعياذ بالله. ننصحهم لأن أخوة الوطن هذه وأخوة الإنسانية تقتضي مزيد النصح ومزيد الدعوة إلى الله، ولا يلزم منها مودة كما يزعم أهل النفاق والزندقة. ندعوهم إلى التحرر من سلطة طواغيت الكنيسة. أظهرت هذه الأحداث في الحقيقة نظرة الكنيسة لشعبها كما يقولون، يقولون شعب الكنيسة، أنهم في الحقيقة يعاملونهم كعبيد مملوكين، ليس من حقهم أن يختاروا حتى عقيدتهم،